الحاليه دي تخزين مشددي كبير، وبرضه مع حد ندخل 100% رينا بيكس بتعمل مفضي اليورين عشان في اوبستراكشن تحت، انا بقدر ان انا افضي اليورين من بره عشان العيان ما يخشش في اليورين. تاني حاجه هنشوفها البرفيتينيوس انتي جريد دبل جي ابلكيشن. الحقيقه التكنيك الافضل لتركيب الدبل جي هو ريتم بريد. ليه؟ لان هو الليست انفيزيف، هو الناتشورال باسج اوبريشن يعني بتاع المسالك، هو اللي بيعمل المشكشنا بيدخل بالمنظار ويأثر اليورين، هو دخل في اليوريثرا ما خرمش فلاش، ما خرمش كيمي زي ما احنا بنعمل. لكن هم ساعات كتيره لما بيفيل بيجيبوا لنا حالات نعمل لها انتي جريد دبل جي. الدبل جي بتبقى بالباي باس يوريتريك ستريكتشر او يوريتريك اوكلوجن نتيجه تيومر، نتيجه حصاوي، نتيجه وطيفه اي حاجه. احنا الصورات اللي بتتاكد بالظبط وبنحكي كانت حاجه باي لاترال، انا جايب لكم ناحيه من الناحيتين، بندخل سلك والمانيبيوليت. احنا هنا واضح ان في السلك مش راضي يعدي، السلك بقى هيدروفيلك اللي بيباي باس الاستينوزيس. هنا احنا عدينا السلك خلاص لحد البلادر، بعد كده دخل السلك الستيف شايفين التورتشوزيتي. بصوا اليوريتر عامل ازاي، تورتشوز جدا وفي حته استينوتك. فطبعا لما بندخل السلك الستيف بيفرد اليوريتر خالص زي ما احنا شايفين وفرد البلادر. ده السلك الستيف اللي بحمل عليه الاسطره الدبل جي بتاعتي، بس بعد كده بنسحب يعني احنا دخلنا دلوقتي الدبل جي، بنسحب السلك، بتاخد الجي بتاعت تاني. شايفين بقى لما السلك الستيف خرج هيرجع اليوريتر تاني، ان الاسطره هي اضعف من انها تفرد الكيرفان بتاع اليوريتر، ودي دبل جي اللي هي راكبه من الابر كليكس بتاعت تحت. تاني حاجه بس كده الانترفنشنز، احنا قلنا الارترز بتنقسم للانترفنشنز الثيرابيوتك بتنقسم ليه وايه؟ انجيوبلاستي في ستينوزيس يا اما في يا اما انجيوبلايزيشن. اول حاجه هنشوفها حاله رينال ارتري ستينوزيس او رينال ارتري انجيوبلاستي في حاله رينال ارتري ستينوزيس. عايزين نركز شويه ايه؟ هنشوف دلوقتي شايفين ادي الستينوزيس اهو، دي عيانه صغيره عندها 16 سنه كان عندها بتشتكي من يعني رينال ارتري ستينوزيس هايبرتنشن. فبندخل بالبالونه وننفخ البالون بتاعتنا، ده بالون انجيوبلاستي، وبعد كده بنحقن بنلاقي ان فك خالص، حتى بنلاقي كيدي نفسها الابتيك بتاعها بقى اعلى بكتير. تاني حاجه هنشوفها بوست بايبس انجيوبلايزيشن. البايبس ما كانتش معموله عندنا، كانت معموله بلايند، كانت معموله في مكان ما بلايند. هنشوف دلوقتي احنا عاملين حاجه في هيماتوما مش طبعا، ده ابنورمال فاسكيليشن، دي هيماتوما. فبنحاول ان احنا نخش سيلكتف على الارتري ده. والحقيقه الحاله دي كانت مطرح فكره البايوس، كانوا كمان جايبين ابره كبيره شايفين اللي بيطلع ده، كان بيطلع لنا على الجلد تاني. يعني كنا بنحكي بيقول لك ماتيريال بيطلع من بره كيمي، كان خرب الكيمي كانت تماما، خدت كميه كبيره جدا. طبعا احنا بعد الامبولايزيشن هو اتقفل زياده شويه، بس العيان كان سيف، يعني احنا شايفين ان الرينا فاسكيليتشر نورمال اتقفلت، بس كان ايه في التجربه؟ العيان كان عنده هيماتوريا بديل الوحيد نفريكتوم. فاذا انا قفلت كده وفي الاخر عمل نفريكتوم يبقى هي بس هي العيان ده عدى، يعني نورمال فاسكيليتشر رجعت تفتح تاني والهيماتوما اللي كانت هنا قفلت الحمد لله. الحاجه اللي قلت لكم انا شخصيا بحبها جدا الجي اي تي انترفنشنز، فدي حتى يعني في حتى اهتمام بالفيديو اكتر شويه، لان دي كانت رساله الدكتوراه بتاعتي انا شخصيا. اول حاجه هنشوف النون فاسكولار انترفنشنز، هنشوف حالتين اسوفيجينيك ستيت فيري انترستنج. الحاله الاولى في حاله كانسر اسوفيجس، عيان ديسبيشيا جريد 4، يعني ما بيبلعش نقطه ميه، زوره مدفون تماما. ده احنا هنا بندخل الرايت تيوب الاول نحكي فيها. طبعا انت في منظر الكانسر اسوفيجس، بصوا اجريسيف قد ايه، قافل تماما مفيش نقطه معديه. بنخش الهيدروفيليك باي واير، بنحاول نباي باس الستريكشر ده ونوصل للسمك. افتكروا المنظر ده القفله دي كويس قوي عشان هنشوف في الاخر هنصل الى ايه؟ ان العيانين دول رغم ان هم باليت تريتمنت، انما بنفرق جدا في اللايف ستايل بتاعهم البقيه المتبقيه من حياتهم. يعني طبعا بيقولوا لهم عيانين اوبرابول، لو عيان اوبرابول طبعا افضل يعمل عمليه مش تيومر. احنا كده عدينا السلك ودخلنا السمك، وبعدين عديت ورا السلك بالاسطره اكستشينج كاسيتر او كوبرا كاسيتر، وبعد السمك عشان ناخد مقاس
عليه الدعاء اللي انا محتاجها طول قد ايه. فاحنا هنشوف دلوقتي هتظهر بسرعه شديده لان طبعا بتظهر على الصوره. قياس طلع هنا كده ايوه بقيس طول الدعاء اللي انا محتاجها. بصوا السيف في الستيك بيفرد القسطره ازاي. خدتوا بقى بالكم الفرق ما بين السلوك الستيك والسلوك البرو. شوف مره ثانيه كانت اجريسيف جدا. فاحنا نفخنا بالونه قبل ما نحط الستيك. طبعا ده ما ينفعش بالونه بس ده مش قادر يعني دي حالات كانسر طبعا هيقتل تاني. فبعد ما طبعا كان لون اكبر بكتير جدا يعني بعد بالونه في التراك وبعد ما دخل الدعاء بتاعتي ده شكل الدعاء بتبقى داخله مدخوله وبفتحها جوه العين. بندخلها على السلك وبعدين نفتحها واحده واحده. طبعا في انواع كتيره جدا من الدعاءات في الماركت. دي دعاء انا شخصيا بفضلها لان هي بتفتح من فوق لتحت. فلو حصل مايجريشن بتبدا مايجريت ابورز فالكومبليكيشنز بتاعتها اقل بكتير. انا داخل دلوقتي للدعاء ده انتروديوسر اللي هو مدبب للدعاء اللي انا بخرجه بعد كده. الدعاء ملفوفه حواليه هي طبعا الدعاء ما بتبقاش مدببه كده. بدخل بالدعاء من الاصول. في ناس شايفين احنا لسه قافله هي باين قوي القفله والكانسر اهو ادي مدخوله من هنا وادي يعني في سبعه هنا وسبعه هنا وما بينهما ده بقى النيو اوسوفيجاس او الاوسوفيجوبلاستي اللي احنا عايزين نعمله الدرافت او الدعاء اللي احنا عايزين نعملها. بنبدا نفتح الدعاء اعتقد ان احنا يعني طبعا كل دعاء في طرق فتح كتيره قوي بس دي بفتحها عن طريق اني بشد الفريز من حواليها. ادي الفتح دي اللي انا بشدها بتبقى الدعاء من بره فالدعاء هتفتح. هنشوف دلوقتي الدعاء وهي بتفتح اهي شايفين بتفتح ازاي؟ طبعا لقينا ان احنا فوق سنه ممكن ننزل تحت لقينا ان احنا تحت بنطلع فوق مفيش مشكله طول ما لسه نصها ما فتحش. ادي بتفتح كده فتحت خالص الدعاء. بطلع البوشه الانتروديوسر بتاعها اللي هو المدبب والنحن في الاخر سابقا. فاكرين المنظر الاولاني اللي قلت لكم افتكروا المنظر ده كان ديسفيجيا جريد 4. العيان ده بقى ديسفيجيا جريد 0 يعني زي الطبيعيين في معاد شويه ريفلكس طبعا بيبقى عنده ريفلكس يعني طبعا مفيش حاجه زي كده ربنا. انما اللايف ستايل بيفرق جدا. ده الاستومك ولا الاوسوفيجاس؟ اتس هول نيو اوسوفيجاس بس طبعا غير بريستاتسس. فبقول له لازم ينضغ الاكل كويس وبتاع وكده. ده الانديكيشن حوالين الاوسوفيجين ستيلز. الانديكيشن الثاني بقى تو ماي بوست بوست سيرجري ودي من الانديكيشنز اللي كبرت جدا في الفتره الاخيره وبقت بتطلب مننا كتير جدا يمكن اكتر من الكانسر اوسوفيجاس. دي عيانه كانت عامله بارياتري سيرجري عامله عمليه جاستيك باي باس عشان تخس. زي ما احنا شايفين ادي الباي باس وادي الاولاني شايفين دي غرز فكه وده بكتير اثر في كتير بالدرين الغرز الفكه دي شايفين الغرز هنا اهي. فاحنا بنعدي بالباي باس الكلام ده بعمل له سيدي بصوا في جيمس نفتكر المنظر اللي كان هنا ده كويس قوي. حياه التعبان دي بتبقى ريتريفبل يعني ان انا بحط الدعاء لمده 6 لـ 8 اسابيع وبعدين بشيلها تاني. طبعا احنا بندخل اول السيت الترو اللي هو الهيروفيل اللي بنقول عليه بعدين بندخل عليه القسطره بنقلبه كويس في الجنجل. الدعاءات اللي هي البتريو وديك الهيرو هي بتبقى دعاءات تقيله قوي شديده يعني وغاليه جدا. سيت اهو ستيك شايفين بيفرد الدنيا ازاي اهو بيزق القسطره بتحسه انه عنيف. بعدين بسحب القسطره وبدخل الدعاء. بصوا دي دعاء كبيره ازاي لان هي الطريقه انها بتبقى ريتريفبل انها ما بتمسكش بالاوسوفيكس دي هي بتبقى بالريديال فورس يعني طريقتها انها قويه في الحق يعني ليها ريديال فورس جامد الدايمتر بتاعها كبير قوي. فطبعا احنا كده بعد ما دخلنا الدعاء وبعدين فتحناها شايفين المنظر ده بنروح بقى مشفطين عشان ناخد الصوره النهائيه. ادي احنا شفطنا اهو وسحبنا الانتروديوسر بالراحه طبعا عشان ما يشدش الدعاء هنبتدي ريتريفبل وبعدين نحن نشوف فاكرين بتاع كان هنا نص الدعاء بالظبط عند نص الليج بالظبط ده بواقي من الليج اهو وبحكم كانه ما فيش ليج شايفين؟ طبعا لازم احنا فورس طويل جدا عشان نتاكد ان ما فيش اي حته صغيره ولا حاجه شايفين المنظر؟ قفلت الليج تماما بفضل احقن اتاكد ان انا قافل الليج كويس ومفيش الحقيقه العيانه دي بعد شلنا لها الدعاء من 8 اسابيع لقينا حاجه غريبه قوي عملنا عليها تسريب وقت الصراحه.
ده بعد ما شلناها بعد 3 اسابيع لقينا الليك بقى فايبروتك زي حاجه فظيعه قوي، ما عادش المنظر اللي كان باين ده، لقينا بقى حاجه فايبروتك في الليك. فقلنا نعمل فيها ابتكار، يعني ما عملتش قبل كده بس احنا ما بنشوفش المنظر ده كتير، يعني في الغالب لما ما بتبقاش قفلت بتبقى ما قفلتش، انما ده كان زي فايبروتك بريت. فقلنا احنا ايه؟ احنا هنا بنغسل نحط فيه فص كويس. حتى عارف الكويز يعني ايه؟ الكويز ده بتبقى زي اهب، ده الكويز بتاعك، انا احط فصل الكويز وتسيبها. والحقيقه كانت حاجه فيري سكسسفول زي ما هنشوف دلوقتي. الكويز ده بيبقى حواليه زي الريش، ده من الحاجات اللي بنقفل بيها اليوريزيس في البرين. انا طبعا ما حطيتوش برين لان انا ما بشتغلوش وما بفهمش فيه. فاحنا هنا شايفين بنحقن مفيش حاجه معديه غير It was a very successful procedure. وكانت تسلم. تالت حاجة هنشوفها في الـ جي اي تي انترفنشنز الفيدنج جاستروستومي تيوبز. الحاجات الجاستروستومي تيوبز دي من الحاجات المهمة جدا في عيانين ايه؟ سواء الكانسر لارنكس او الابر او فارنجيال تيومرز او كده، والاهم في عيانين الكوما. العيانين اللي بيقعدوا في ديب كوما لفترة طويلة الرايت تيوب تراكتيكتد انها تتزاد اكثر من 6 اسابيع. فبدل ما انا احوله للتوتال بارنتال انفكشن او افضل يجي له نيزوفارينجيال انفكشنز، ممكن ان انا اركب له حاجه اسمها فيدنج جاستروستومي. دي حاله كوما هنشوف دلوقتي. احنا داخلين دلوقتي براي جوه الاستومك، دي حاجه اسمها بول تكنيك، ان احنا بنركبها ببول تكنيك. بنفتح حاجه اسمها دورميا باسكت جوه الاستومك، انا دلوقتي داخل المناخير العيان اللي هو كوماتوز بدورميا باسكت اللي هي دي عند الضغط بتاع الاستومك. بعمل فتحه من الجلد من عند بطن العيان زي ما احنا شايفين، وبتخش بابو كاس بوسع هذه الفتحه، بعمل فتحه حوالي نص سنتي، بخش من هذه الفتحه بابو كاس وانشئ الابو كاس دي على ايه؟ دور باسكت من جوه. وبعدين بدخل بيفت جايد واير. جايد واير اللي هو ده انا بدخله، ده بقى واير مقسوم اثنين، حاطط فيه الجاستروستومي بتاعتي واسحبها من المناخير. هنشوف دلوقتي ازاي. انا كده دخلتها وبعدين بقفل الدوميا زي ما احنا شايفين، وابتدي اشد كل حاجه من مناخير العيان، كل حاجه بتشمل ايه؟ الدور والسيرك البيفت اللي داخل من بطنه، يبقى داخل من بطنه على الاستومك، على من بره على بطنه على الاستومك على المناخير. متخيلينها؟ سحبنا السيرك البيفت، بفك الدوميا وبعدين بركبها دي جاستروستومي تيوب بتاعتي، بركبها بالمقلوب فيها. ليها حاجه اسمها مشروم هيد، يعني هيد كبيره شويه بتعدي من مناخير العيان لانها غاليه قوي، لكن ما بتعديش ابدا من الاستومك، بتتحشر من الاستومك. احنا هنسحبها دلوقتي، هنشدها داخله مناخيره خلاص، وبنسحبها على بطنه اهي، هي هنا واحده بنسحبها وهنا واحده بنسحبها، هي كده طالعه على بطنه. اول ما بتطلع الزر المشروم هيد بتاعها ده بيتحشر فيها. وبعد كده بنركب عليها الحاجات بقى، بتبقى زي الراجل بالظبط، وليها فتحه نحقن منها حاجه تبع، يعني فتحه نحقن منها الادويه وفتحه نحقن منها الاكل، وبيتعمل لها فلاشين. في عيانين بيعيشوا في الجاستروستومي دي سنتين وثلاثه. فاحنا كده داخلين ولا راي ولا وجع دماغ، بتبقى مستخبيه تحت الهدوم، ما بتقفش العيان من حركه الدماغ. طيب نخش بقى على جي اي تي فاسكولار انترفنشنز. طبعا الرول بتاع الزنتري فاسكولار انكلوجن بيفتحه ده ايه؟ وهمي شويه، يعني ما حدش بيعمل كده. الحاجه دي بتبقى اكستريملي ديفيكالت واكستريملي فيلير بتاعها عالي. فهو احنا على نشوف بولايزيشن، هوريكم حاجه ابر جي اي تي ليدي وحاجه فور جي اي تي ليدي. اول حاجه هنشوف انجيو بولايزيشن وبريكتال ليفي مالفورميشن. عيانه كانت في بين بيشنت 16 او 17 سنه على ما اتذكر، وكان عندها سيفير بليدنج بالريكتال. دخلنا قصرنا الانفيريور سنتريك ارتري، بحث في الارتري. في حاجه غريبه، ايه ده اللي بيجي جنب الارتري؟ في فين بيملى قبل ما الارتري يخلص؟ المفروض الفين ما يملاش قبل ما الارتري يخلص، لازم الارتري يخلص كله وبعدين الفين يملى. دخلت نفس المنظر، شايفين الفين يملى دي؟ فبتخش ديبر، ده فين اهو وادي الارتري اهو، ده معناه ان في ايفي مالفورميشن في الانجكتيز على طول. ده معناه ان في ايفي مالفورميشن، دخلنا ديبر وحققنا بقينا في القلب اهو، كل اللي دي انورمال فيسيتس كل الرفيعه دي ارتريو فينس مالفورميشن.
اهي ندخل ديبر لحد ما نبقى في قلبها بالظبط. ارتدوا في ناس مجروح مش شايفين، وبتبدا من هنا من الحته الرفيعه دي وتبدا تبني. ده هنا بقى بنحمي البوليك ماتيريال بتاعنا، تقدر تحمي البوليك ماتيريال بنحميه. بس طبعا في حاجات ايه لور حاجات الريكتال البلاد سبلاي مش عادي، العيانين دول بيخشوا في سيفير اسكيميك هنا الريكتال بين، فده بيبقى بريتش للسيرجن. لازم ان احنا نشيل الجزء ده بنعمله ريسكشن عن السيموزس للتلاجيكتيزيا، بس احنا بنحولها له حاجه ما بتعملش اي نوع من انواع الديني. هنا بنحكي في الاخر زي ما احنا شايفين بعد ما قفلنا شايفين مفيش اي فين بيعمل، مفيش اي فين بيعمل، المنظر اللي كان موجود في الاول ده اختفى تماما وبقى هو الحته الخيالي. طيب هنشوف حاجه ثانيه بقى، انجيوبوليزيشن لبرضه جاستريك اي في مالفورميشن. جاستريك بقى معاه دي نقص ان هو الغص البلاد سبلاي بيبقى عالي قوي، فلو انا اخدت الانجكتيزيا كلها ما اخدتش ارتري الرئيسي، السمك بتاخد فاسكيلاريتي من فيسز كتيره قوي وبتعمل استيموزس بمنتهى السهوله، فمش هتفرق معايا لو انا ده احنا هنا حقنا انا هنا كان في اكسسوار سبيد فقلت احط الروك بالمره في نفس الحقن. احنا هنا داخلين رايت جاستريك مش مني، دخلنا في الليفت جاستريك لمحنا حاجه غريبه قوي، خيال صغير قوي. قلنا نقصها ونشوف ده حاجه ولا يعني مش عيبه ان احنا نخش ديبر شويه ونشوف. دخلنا ديبر شويه شايفين بنحقن، في حاجه غريبه هنا مش متخيلينها قوي، لما هخش ديبر هتشوفوها اهو. شايفين احنا هنا بقى في ديب اهو، البورتال فين؟ البورتال فين بيمحن؟ في فين جاي من هنا على البورتال فين؟ يبقى ده ارتيريو فينس مالفورميشن اهو اهو. كل دي فينز غالبا، كل الحاجات اللي معديه هنا دي فينز ماليه، وادي البورتال فين من دي مالفورميشن هنا اهي، منظرها اهي. بعدين دخلنا وخدناها بنفس الطريقه اتحولت معانا الكافيتي، هنحكي بعد كده ونشوف. دي الارتريز العاديه، البورتال فين ما بيقفلش لو خدنا في نفس المكان. دي الارتريز بتاعت الاستومك، خرجنا بره شويه وقعدنا نتاكد ان مفيش بورتال فين بيملى، البورتال اللي كان هنا ده مش باين خالص. طيب هنشوف الدور انترفنشنز، الحقيقه الدور انترفنشنز يعني حواليهم كده صورتين في السريع قوي. هو طبعا سي تي جايدد، فالسي تي ما فيهوش فيروسكو في صور بس. ادي احنا هنا شايفين ايه؟ عندنا هنا نورمال، عندنا هنا في الاي اكون في ايه؟ اوسيوليتيك ليجن، بقى متاستاتيك ليجن عامل سيفير بيب، ممكن ان انا ادخل زي ما هنشوف دلوقتي الابريد راديو فريكونسي، وان انا بحرقه نفس فكره الحرق اللي عملتها في الليفر بالظبط، بخش ان انا احرقه بتقلل البين جدا في العيانين دول سواء في الاوستيوما او في الميتاستاسيس. ندخل بقى على الفيميل انترفنشنز، الحقيقه الفيميل انترفنشنز يعني الفيميلز خصوصا بيهتموا جدا ان ايه قله العمليات الجراحيه ولا ما يبقاش فيه جرح والكلام ده كله، كل ما كانت حاجه منها ينتزع كل ما كانت. هنقسمهم لحاجتين، البريست انا طبعا مش طايره في البريست، فانا ما اشتغلتش في الموضوع ولا شفت في الموضوع، لكن حواليهم حاجه كده سيمبل من الحاجات اللي احنا بنعملها. بريست سيست اسبيريشن، عيانه حاسه في صدرها بحاجه سيمبل سيست، ممكن ان انا اخش جايد بالسونار وان انا اشفطه تماما زي ما احنا شايفين، بشرطه بسرنجه، وفي الغالب لو دي سيت ما احنا عاملينها اندر كومبليت اسيت كونديشنز العينه دي في الغالب ما بيحصلش كارنس، بتبقى خلاص يعني عندها هي وسواس في دماغها، انا حاسه حاجه في صدري، حاسه حاجه في صدري، خلاص بتخرج مش حاسه حاجه في صدرها زي ما احنا شايفين سحبنا كله. طيب تاني حاجه بقى اللي هي مهمه اللي بتشتغل عندنا كتير جدا في الوحده كايكولوجيكال والاستراتيجيك انترفنشنز سواء مش وان كنا بنتعامل مع مانجمنت بتاع الكومبيتيشن زي الحوار. فاول حاجه هنشوفها حاجه من الحاجات اللي كانت زمان بتتعمل في الاول، احنا دلوقتي لقيناها حل كويس جدا بالانترفنشنال. الحقيقه الدكتوره علا عاطف والدكتوره ميرا اشتغلوا القصه دي كتير عندنا معايا، اللي هي الدوجلاس باوش كونكشن اللي يبقى حاصل هيماتوما في بعد مثلا بوست سيرجري او بوست سيزيريان سيكشن، وبعدين تقبل معانا بهيماتوما وبعدين تعمل ابسس في الدور الصاوش. كان زمان يعني دول حد عارف كان بيتعملوا ايه؟ بيتعملوا حاجه اسمها بوستيريور كولبوتومي، انه بيفتح الفاجينا بالطول من ورا. طبعا الانترفنشن الاول حل جميل جدا زي البروستات بايوبسي اللي بتتاخد في الرجاله، ممكن نخش ترانس ريكتال بايوبسي نعمل دريدج كامله لهذا الفلويد زي ما احنا شايفين دي الابره بتاعتنا، وادي اليوترس
ترانسفيرس سيكشن بتاع اليوترس من جوه، ان انا بخش اسحبها